وأنا دمي فدا لهذا الوطن العربي. بالمناسبة أنا قبل أيام تلقيت هدية من حماة الديار الجيش العربي السوري، اعتبرتها أكبر هدية في حياتي. أهدوني زيا عسكريا لحماة الديار، لأنني لما التقيت الدكتور بشار الأسد قلت له سيدي أعطيني شرف إعلان النصر في سوريا الله. فكانت هذه البزة والتي سأظهر بها إن شاء الله في التلفزيون العربي السوري معلنا عن النصر.